نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. يسود الترقب الشارع الجزائري لمصير ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة مع انتهاء الموعد الرسمي والنهائي لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة في المجلس الدستوري غدا. وكان عشرات الآلاف من الجزائريين قد خرجوا أمس في تظاهرات حاشدة في العاصمة ومدن جزائرية أخرى رفضا للعهدة الخامسة. وأطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى قصر المرادية الرئاسي في العاصمة. ومن جانب آخر، أكد مصدر في الشرطة وفاة متظاهر جزائري بسبب التدافع أثناء مواجهات مع قوات الأمن. كانت شبه فارغة، الشرطة ومعداتها وحيدة في شوارع العاصمة. بعد صلاة الجمعة صوت الغضب من كل صوب. لم تختلف أجواء ثاني مظاهرة رافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. مطلب الجزائريين الوحيد لا لترشيح الرئيس. الغاضبون إذن يتحدون السلطة مجددا، لا مكان للخامسة. جاءت الحشود من ميدان الفاتح من مايو ومن ساحة البريد المركزي باتجاه قصر الرئاسة. الحراك سلمي والشرطة اكتفت بتأطير المسيرة. شعارات المتظاهرين تجاوزت خامسة الرئيس إلى نقمة على المنظومة الحاكمة برمتها، إلى غضب من دولة خليجية اعتبروها معادية للشعب الجزائري. الجزائريون اليوم أحسوا أنهم ولدوا من جديد. اليوم الشارع أكبر دليل على المشككين في أن الشعب ريالمون يحوس على النظام هذا أنه يفوت. نحن شعب لا يموت، نحن شعب عظيم. سلام عليكم يا جزائر. الشعب الجزائري تاع الجيش والدارك وشرطة ينضموا إلى شعبهم، ينضموا إلى عمتهم وعبائهم. على خلاف الجمعة الماضية، إنزال لشخصيات معارضة. المعارضة التي فشلت في استقطاب الشارع استقطبها الشارع وقادها في مسيرة. العهدة الخامسة يريدون فتح الانتخابات، يريدون أن يحكموا بإرادة الشعب، وهذه إرادة الشارع تتوجه في الشوارع بعدما أغلقت عليها كل الأبواب. الناس تصرخ بأعلى صوتها، والعاصمة اليوم كما تشاهدون كما باقي الولايات الجزائر كلها خارجة بصوت واحد أنها لا تريد العهدة الخامسة. لا للولاية الخامسة مطلب المتظاهرين الأول والأخير إذن. وقبل 48 ساعة من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، يأمل المتظاهرون أن رسالتهم وصلت، وإن لم تصل مستعدون لإيصالها مرة أخرى. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر.